غياب وعنده عملنا حاضر والنفوس في غياب. الحاج رمضان عزمني على جلسة جر نميم ودفن قديم بيتمارس في أسوان من مئات السنين، شعر شعبي عربي بيعتمد على الارتجال والتنافس بين شاعرين، كل واحد منهم بيعبر عن خواطره والتاني يرد، واللي يقف الأول هو الخسران والمستمعين هم الحكم. الفن ده ابتدعته القبائل العربية في جنوب مصر، مارسته الجعفرة والعجيلات والعببدة البشرية والأنصار وغيرهم، كانوا بيمارسوه في مناسبات الزفاف وليالي الحنة والاحتفالات بالمواليد الجدد. ابتدى الفن ده في الأول من غير موسيقى، ومؤخرا أضافوا له العود عشان القعدة تحلى والمنافسة تستمر. وليل يا ليل وليل يا ليل لنا الليل يا ليل وليل يا ليلة وليل أصحاب الرسول أول خلايق صلوا والوصل الرسول يا سامعين مين يوصلوا وأمانة يا سامعين وأمانة يا سامعين على النبي ما صلوا صلوا على الرسول صلاتكم توصلوا. وليل يا ليل ليل لنا الليل والله ليل يا ليلة صلاة الله عليها اللي البكار حنالو صناديد من قريش لها الرؤوس حنالو وخديجة بتقول أيوة خديجة بتقول لما جانا النبي فرحنا له راض بشريعة جانا ورحنا له.